اهلا ومرحبا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه جديده حلوه جدا من ليجو اسمها نينا نينجا جو. ايه ده نينجا جو جو نينجا جو؟ ايه ترى اللعبه دي عباره عن ايه؟ هنفتحها بقى النهارده مع بعض ونتفرج عليها ونشوف نينجا جو دي عباره عن ايه من جوه. في معاها بقى ايه اماكن للعب بتاعه الكروت، دي فيها كروت الستيكرز بتاعه النينجا، وفيها كمان بوستر كبير ممكن تعلقه على الحيطه فيها مشكل النينجا، وفيهم ايه كروت جوه اللي هو الكارت الذهبي جوه هنشوفه. ايه ده الله، طبعا من ليجو وصالح الاطفال فوق سن 3 سنين. نطلعها بقى دلوقتي ونشوف اللعبه دي عباره عن ايه، مكونه من ايه من جوه. واو انا متشوقه قوي، انا بحب النينجا جدا. طبعا احنا بنقعد بقى نتابعهم ونجمع في الكروت بتاعتهم. بصوا طلع لكم بقيه اللعب بالظبط اهو كده، طلعت كل حاجه موجوده جوه. اول حاجه ده الكتاب اللي ده الكتاب اللي بنحط فيه كل الكروت بتاعتي. شكله حلو جدا، بصوا معمول ازاي عشان نقدر نحافظ على الكروت بتاعتي لما نجمعها. ونقعد بقى نوريها لاصحابها ونلعب لاصحابنا ونقعد نلعب بيهم معاهم. اوكي بصوا ده اللي بنحط فيه كل الكروت اللي عندنا. تاني حاجه بقى دي ارض الملعب بنلعب بقى فيها مع صحابنا. بصوا كده ازاي هنفردها كده على الاخر ونشوف بقى مين هيكون البطل هنا، وبنلعب بقى بيها كذا لاعب مع بعض في اللون الاحمر والاسود والاخضر، وبنحط الايه الكروت هنا في النص. هنا بقى دي كلها امثله للنينجا حسب بقى ايه لون النينجا اللي عندي. انا شايفه ان هي لعبه حلوه جدا، انا بحبها جدا من ليجو. بصوا هنا دي اشكال النينجا برضو مختلفه، واو 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 شكلهم حلو قوي. وهنا عندي بقى الكتاب اللي هو مكتوب فيه اسامي للنينجا ومعلومات كتير قوي عنهم، واللي هو ايه بصوا في كام رقم من الكروت بتاعت النينجا. شكلها فعلا لعبه حلوه قوي ومبسوطه بيها جدا. نقعد بقى نجمع الكروت ونشوف ايه نينجا جو دول ايه الاشكال بتاعتهم وايه القوه بتاعتهم وايه الحاجات اللي يقدروا ان هم يعملوها. دي هتكون لعبه حلوه قوي، انا انبسطت بيها جدا يا صحابي. اكتبولي بقى في الكومنتات قوليلي ايه رأيكم في نينجا جو، وجمعتوا بقى فيها الكروت ولا لا، وعجبتكم ولا لا. بصوا ده البوستر بقى اللي معانا اللي بيبقى كبير جدا بيتفرد في بقى كروت كتير اوي اوي اوي. بصوا ده الكارت الذهبي بتاعي، واو اللي هو لونه احمر اسمه نارجانا، مش عارفة اسمه صعب شوية، نارجا كاي رقم 99 وهنا 111، مش عارفه ان الرقم هنا فوق 75. كل دي الباورز بتاعته القوات بتاعته. وهنا برضو بقى في كارت تاني نينجا نينجا جو برضو شكله حلو قوي. انا مجابه جدا ان انا كونت الايه الكروت دي، وقول لي بقى صحابي لو كنتوا بكونوا الكروت الفظيعه بتاعت نينجا جو دي ولا لا، وعندكم منها ولا لا، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. وتقدروا بقى ان انتوا تشتروا اللعبه دي وتحطوا الكروت بقى كلها جوه وتحافظوا عليها وتقعدوا تكونوا بقى ايه اللعبه دي كلها تلعبوا فيها مع صحابكم وتشوفوا مين اكتر واحد هيكسب، الايه نينجا عنده اقوى واحد وعنده قوه خارقه. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيه، وبليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توعشوني يا صحابي، باي باي.